ومتابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم وبحضرتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط السادس للابكار الاجداع المهجنات. على بركة الله بدأ هذا التحدي وبدأت هذه الانطلاقة مباشرة مع المركز الاول ليتابع ودعة اجود بن عويضة بن محمد الكربي مقدما ودعة مع المركز الاول، بينما المركز الثاني القادمة سيوف سعيد بن احمد بن محمد بن فاضل المعمري مقدما لشعاره، بينما المركز الثالث اتابع القادمه والحاضره شوده 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 هي القادمه احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مقدما لشعاره. المركز الرابع القادمه والحاضره اتابع في هذه اللحظات مواله عمران بن حمد بن محمد العامري مقدما مواله مع المركز الرابع. المركز الخامس اتابع القادمه والحاضرة في هذه اللحظات الذيبة مبارك بن سيف بن سارية الاكتبية هو القادم مع المركز الخامس. المركز السادس اتابع طرفه سالم بن راشد بن سعيد المزروعي يقدم شعاره. المركز السابع الحاضرة والقادمة نوف سعيد بن راشد بن غدير الاكتبية مقدم شعاره، بينما المركز الثامن اتابع الاسماء واتابع سلسال هي القادمه حمد بن محمد بن سهيل العامري هو القادم في هذه اللحظات بن عويضان وشعاره، وايضا القدوم مع المركز التاسع دينا هي القادمه احمد بن عبيد بن احمد المرر. والمركز العاشر متناهية هي القادمة محمد الشرقية الوهيبية مقدما شعاره. هكذا هو النداء الأول يا من تتابع عبر قناة ياس والقنوات الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان بو خالد. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. انطلقت في هذه اللحظات وانطلقت مع الصدارة شودة شودة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا شودة، يقدم هذا الاسم التاريخي شودة مع الصدارة، شودة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة مع المركز الثاني ودعة أجود بن عويضة بن محمد الكربي هو القادم في هذه اللحظات. المركز الثالث سيوف، سيوف هي القادمة سعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري مقدما لشعاره. المركز الرابع بن غدير وشعاره قادم في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقة نوف سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي هو الحاضر، بينما المركز الخامس اتابع القادمة والحاضرة الذيبة مبارك بن سيف بن ساري الاكتبي هو القادم في هذه اللحظات، واحضرت ايضا اتابع اسماء مواله مواله عمران بن حمد بن محمد العامري يقدم مواله مواله في هذه اللحظات قادمه بكل قوه، وايضا الحضور اتابع طرفه سالم بن راشد بن سعيد المزروعي. بدات الاسماء
بالاقتراب، كلما اقتربنا الى المنصة والى الكيلو الاخير اعود الى الصدارة، اعود الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول والى التحدي الاول. شودة 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 مع الصدارة، شودة مع المركز الاول، يقدم شودة احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يقدمها لنا، يقدم لنا شودة بانجازات هذا الشعار وتاريخ هذا الشعار العريق. المركز الثاني القادمة ودعة، ودعة تحتل المركز الثاني، اجود بن عويضة بن محمد الكربي هو القادم مع المركز الثاني. المركز الثالث اتابع الكايدة محمد بن علي بن حمد بن علي المري، قادم بكل قوة يقدم شعاره. الكايدة الكايدة هي القادمة مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة سحابة محمد بن سهيل بن عويضان العامري، قادم بكل قوة. المركز الخامس سيوف هي القادمة، سعيد بن أحمد بن محمد بن فاضل المعمري. بدأت المعركة، اشتد الصراع والنزاع ما بين هذه الشعارات، ولكن الفوز، الفوز لمن من بين هذه الشعارات؟ أعود إلى شودة وانطلاقتها، أعود إلى بن رشيد وانطلاقة شودة في هذه اللحظات. شودة 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 مع الصدارة، شودة مع المركز الأول بشعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يقدم لنا شودة. شودة بدأت بالمغادرة، بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات. الله يا بن رشيد وشعار بن رشيد التاريخي، الشعار المميز دائما في هذه التحديات والمنافسات الكبيرة مثل هذه المحافل. يظهر بن رشيد، يظهر بن رشيد. الله يا شودة، الله يا شودة. وصل بن عويضان، ووصلت أيضا القادمة بن متعب فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي، يقدم شعاره. ولكن بسم الله بسم الله بسم الله على شودة وانطلاقتها. غادر بن رشيد، غادر بن رشيد مع الفوز ومع الانتصار. بن رشيد مع شودة، مع شودة، شودة ومشكور يا علي المالكي يا من قدمت شودة. شودة بشعار بن رشيد، الشعار الكبير، الشعار العملاق، الشعار المميز. بن رشيد وشعاره، ما شاء الله على شودة وانطلاقتها. تهانينا والناموس ومشكور يا المالكي، مشكور من قدم شودة. المركز الثاني اوصلت بنت متعب فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي، والمركز الثالث طلوع مع المركز الثالث سالم بن سيف بن مبارك الكتبي، والمركز الرابع اوصلت مع المركز الرابع نشوى عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي، والمركز الخامس اوصلت اسرار علي بن محمد بن علي العامري. اذا تهانينا والناموس لمالك شودة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ها هي شودة متابعينا الكرام، من قدمت هذا العرض الكبير والعرض المميز. توقيتها 8 دقائق 50 ثانية، 59 ثانية بدون أجزاء من الثانية، والتوقيت الأفضل. تهانينا والناموس يا بن رشيد. بينما المركز الثاني بنت متعب اتت مع المركز الثاني فلاح بن جلوي بن سبعان العجمي، وتوقيتها 9 دقائق 4 ثواني، 4 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان الطلوع سالم بن سيف بن مبارك الاكتبي، وتوقيتها 9 دقائق 6 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.